أهلا وسهلا بكم. إذا الآن أنا قمت بإعادة الدخول للجلسة بعدما كنت قد ثبت اللغة العربية كما رأينا في الدرس السابق واخترتها كلغة رسمية لواجهة نظامي. الآن أصبح النظام كاملا باللغة العربية. التعريب يشمل النظام من إعدادات كما نلاحظ هنا، جميع الإعدادات أصبحت باللغة العربية، ويشمل أيضا البرامج المثبتة على توزيعات أوبونتو. مثلا نلاحظ برنامج فايرفوكس أصبح كاملا باللغة العربية، برنامج ليبر أوفيس أيضا الحزمة المكتبية أصبحت كاملة باللغة العربية. ويمكن أن يلاحظ البعض هنا أن نوع الخط الذي أستخدم مخالف أو مغاير عن الخط الافتراضي للتوزيع، لذلك سأريكم في هذا الدرس كيفية تغيير الخطوط لاختيار خط مناسب للغة العربية. إذن أولا ندخل على مركز برمجية أوبونتو ونثبت خطوط عربية إضافية Arabic Fonts، نبحث عن Arabic Fonts. هنا تظهر لنا العديد من النتائج، أنصح بتثبيت أغلبيتها خصوصا هذا الخط هنا. بعد ذلك سنحتاج لتثبيت برنامج يمكننا من تغيير الخطوط. أنا أستعمل برنامج GNOME Tweak Tool، ستجدونه في مركز برمجية أوبونتو أيضا تحت اسم Advanced Setting إعدادات متقدمة. بعد تثبيت البرنامج نبحث عنه في اللوحة الرئيسية عن طريق إدخال Advanced Tools أو إعدادات Advanced Setting أو إعدادات متقدمة. نفتح البرنامج وننتقل مباشرة إلى فئة الخطوط. هنا يمكننا اختيار الخطوط، هنا نلاحظ هناك العديد من الخطوط، خطوط عربية، وهنا أسفل يمكن التحكم في حجم الخطوط. بعد ذلك هناك العديد كما نلاحظ هنا، خطوط خاصة بالنوافذ، عناوين النوافذ وما إلى ذلك. إذن هذه هي طريقة تغيير الخطوط على توزيعة أوبونتو 12.04. نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.